الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بكم واحدة من حلقاتنا المهمة للغاية. الحاجز الأنفي وطبعا الشخير وصعوبة التنفس، الحاجز الأنفي يبقى منطقة مهمة جدا جدا جدا. غضاريف الأنف تبقى منطقة مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ الناس ما تعرفش عنها حاجات كتير، والناس بتخاف تصلحها لو فيها عيوب. وفي مصرنا الحبيبة عيوب الحاجز الأنفي كتيرة جدا. هل احنا اكتر من الناس من الغرب مثلا؟ اعتقد كمان مشاكل واعراض ومصاعب الحاجز الأنفي غريبة وكتير. يعني تلاقي نقص اكسجين داخل، ففي صداع مزمن، في طبعا الصوت متغير، انفلونزا بتتكرر، الشخير طبعا، تلاقي بقى التهابات كمان تصل للأذن، تبص تلاقي الحاجز الأنفي ملتهب، ومشاكل توصل للمشاكل للأذن الوسطى، فتلاقي فيه دوخة، شوف الترابط، تلاقي إنه في الأنف من بره شكلها مش عاجب المريض. جراحين التجميل لما بيعملوا جراحة الأنف بيخافوا جدا من إنهم يسيئوا للغضاريف والحاجز الأنفي، لأن ده ممكن يكلف العيان وما يعرفش يتنفس كويس. هنا القصة المثيرة بقى، عشان كده النهاردة احنا عندنا قصة مهمة جدا جدا، وتنبهوا ليها لأنها الأول مرة تتعرض بشكل تفصيلي ده بشكل ده. النهاردة اسمحوا لي نرحب بضيفين عزيزين، طبعا ضيف العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، طبعا استشاري وصاحب الدكتوراه في الأنف والأذن والحنجرة، ودكتوراه واستشاري العلاج بالليزر من جامعة القاهرة، وزمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم والجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، والأستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم. نورتنا دكتور هشام، ويعني دايما بتطرح مواضيع في منتهى الأهمية. النهاردة موضوع مهم. أهلا بك يا دكتور أيمن، ويعني وشكرا على المقدمة المهمة جدا الخاصة بالغضاريف والحاجز الأنفي. طبعا عجبتك حتة إن الحاجز الأنفي بيسمع في الأذن الوسطى. طبعا أنا لمحت كده إن أنت بتسمع. اسمعني، نرحب بضيفك وضيفي يعني النهاردة بينورنا الأستاذ عمرو سيد. أستاذ عمرو سيد يعني واحد من المطورين العقاريين. أهلا بيك يا أستاذ عمرو، ومنور يعني الناس الحلوة. ماشي يا دكتور ايمن، ليك استفدنا منك قبل الحلقه في العقارات، لكن هنستفيد منك. استاذ عمرو طبعا له قصه صحيه مهمه جدا، واحنا ملتزمين جدا على فكره، واحنا لما بنكون في اي حاله لازم الحاله طبعا تحكي كلامها والى اخره، وبيبقى ده تعبير عن النقل المباشر لمعاناه المرضى او معاناه مريض معين مع حاله مرضيه معينه، نسمع الخبره منه. لكن هبدا الاول عند دكتور هشام، ايه القصه بتاعت استاذ عمرو، او قصه بتاعت الحلقه النهارده؟ الحقيقه قصه الحلقه النهارده، احنا متعودين دايما ان احنا بنجيب عيان الشخير دايما الحلق عنده فيه مشكله، سواء كان تضخم في اللوز، سواء كان ترهل في سقف الحلق واللهاه والعضلات بتاعت الحلق. فدايما تقريبا كل الحلقات اللي احنا شفناها على مدار 15 حلقه مثلا العينين كده. النهارده الحقيقه انا بقول ان مش كل عيانين الشخير المشكله في الحلق. الاستاذ عمرو الحقيقه عامل عمليه اللوز من وهو صغير جدا، عنده مشكله سده في النفس، عنده مشكله صداع، عنده مشكله شخير. انا مش عايز اتكلم على الاعراض اللي هو بيقولها، اللي عنده هو يقولها احسن مني 100 مره، ولكن مشاكل وتطور الحاله لمشاكل القلب، مشاكل الضغط، مشاكل السكر. انا النهارده ما كانش فاجئني ان بيقول لي انا هقول لك على حاجات ما كنتش قلتها لك قبل العمليه واول ما جالي. قال لي انا ما كنتش بعرف انام خالص، وهو قبل العمليه. النهارده هنتكلم كمان على نقطه مهمه جدا، غضاريف الانف. غضاريف الانف اللي هي الحقيقه زي ما بيقولوا كده حاجه منسيه جوه الانف، والناس كمان بتقول انا عندي مشكله غضاريف وشلت الغضاريف بكل سهوله. النهارده هنتكلم على معنى كلمه غضاريف الانف، اهميه غضاريف الانف، وازاي ان الواحد كمان ما يستسهلش شيل الغضاريف. ف
فتحب حضرتك نبدأ بإيه بقى في كل اللي أنا قلته بقى ده؟ أنا عايز نبدأ الأول بالحجز الأنفي. إيه قصة الحجز الأنفي؟ إيه الغضروف الأنفي؟ الحجز الأنفي ده هو الغضروف اللي بيقسم الأنف لنصين، دخول وخروج الهواء لازم يبقى منتظم في الأنف عشان هو ده اللي بيملى الهواء جوه الجيب الأنفي. والجيوب الأنفية الحقيقة يعني مظلومة معانا، إن لو الجيب الأنفي ده أنا زي ما بيقول شخص كان رفع قضية على 90 مليون مواطن في مصر، لأن هم بيقولوا إن احنا عندنا حاجز أنفي، عندنا التبات في الجيوب الأنفية. وللأسف ما بيتهموا الجيوب الأنفية إن عندهم الجيوب الأنفية، وده الحقيقة اتهام يعني فيك باطل. المشكلة بتبقى في الأنف ودخول الهواء فيها ولخبطة الهواء فيها بسبب الحاجز أو بسبب الغضاريف أو بسبب أي شيء تاني يعني. الحاجز الأنفي زي ما قلنا دخول وخروج الهواء بطريقة منتظمة، الدنيا كويسة جدا، لكن وانس اللحظة اللي بيبتدي فيها اختلاف في دخول الهواء اعرف ان الدنيا لخبطت في كل مجرى التنفس، من أول الأنف، من أول الجيوب الأنفية ابتدت تتلخبط، ابتدى الودان اللي حضرتك قلت عليها بمية ورا الطبلة، بالسمع، بالأوتوفني اللي دايما العين يقول لك أنا حاسس إن الكلام بيطلع من وداني، بالصداع، بالبلغم، بالريحة الوحشة، بالنفس، بالبلغم، بمعدته. عملية الحاجز الأنفي بتصلح المعدة، بتصلح البلغم اللي بينزل في المعدة ويعمل لها مشاكل، بتصلح المنتاليتي بتاعت العيان، بتخليه، خلينا نتكلم كلام دارج، يقول لك انا دماغي اتوزنت، اكسجين دخل، يقول لك انا بقيت مبسوط، انا حسيت ان الهواء دخل جوه 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 دماغي وجوه جسمي، حالته النفسيه بتتحسن، خلاص بقى شخص طبيعي وهواء بيدخل. الحاجز الانفي الحقيقه مهم وعملياته مهمه جدا جدا جدا، عشان كده النهارده الاستاذ عمرو الحقيقه كان عنده مشكله حاجز انفي، خاف يعملها من زمان فعملت له مشاكل اكتر من كده، كتمة نفس، مشاكل شخير، مشاكل لها، ايه تاني اكتر من كده؟ استاذ عمرو يعني حكيتي بدات ايه اللي بدا وايه اللي احكي لنا، سايبك براحتك تحكي لنا كده القصه مشيت ازاي. لا هو بص حضرتك، انا من سنتين كده اكتشفت ان عندي مشكله في القلب، وبعدين هم ما عرفوش ايه سبب ضعف عضله القلب، وكان عندي مشكله في النفس، وانا ما كنتش معتقد ان المشكله في النفس هي اللي مؤثره في القلب. فروحت بالصدفة كده عملت تشيك، قالوا لي انت عندك مشكلة في القلب فبقيت بعاني بعديها تاني بعد ما تحسنت العضلة شوية صغيرين من مشكلة ان انا ما بعرفش انام. لما اجي انام نفسي تكتم وانا نايم او مصاحي على طول، مش مسألة شخير وصوت بس، مسألة ان انا مش عارف اتنفس اصلا. فقضي معظم الليل نايم على الكرسي قاعد، ما ينفعش ان انا انام على السرير يعني، نتيجة الخناقات اللي اتكررت كتير. دورت في القصة فلقيت في الجراحات العادية دي كانت صعبة جدا الحقيقة يعني بالنسبة اللي هي جراحات الحاجز الأنفي. يعني عملت تشيك كده بأشعة وبتاع، فقالوا انت عندك مشكلة في الحاجز الأنفي، بس ما قاليش كل التشخيص اللي انا شفته في المنظار عند الدكتور الشام الحقيقة يعني. فما يعني الحقيقة قلقت وما دورت، لقيت ان العمليات دي بتعمل في امريكا برقم وهمي 10,000 دولار وحاجات كده يعني، حاجة كده وهمية غير السفر والقصة، فهتبقى صعبة جدا يعني. واحد صديقي الحقيقه عرفني على الدكتور هشام، يعني عمل عنده العمليه وقال لي ان هو بيشتغل بتكنولوجي حديثه والدنيا تبقى احسن وكده، فروحت له عملت كشف، فقال لي انت عندك مشاكل كتير، وعملنا منظار عشان نتاكد ان فعلا في التصاق في الانف من جوه، وفي مشاكل في الحلق من جوه، وفي شويه مشاكل كانت كتيره الحقيقه جدا يعني، حتى انا اتصدمت، فخدت قرار العمليه وانا يعني عملت العمليه عند الدكتور هشام يعني. الحقيقه ربنا يكرمه يعني الحقيقه، احنا بعد ساعه قاعدين بنصور ونهزر وبناكل ايس كريم عادي، والدنيا من بعد ساعه من العمليه مفيش اي مشكله خالص. اليومين الاولين شويه طبعا متعبين عشان الفتيل دول، ده العادي بتاع اي حاجه، بس حتى هما ما كملوش يومين يعني، اقل من 48 ساعه شلت الحاجز بقى، شلت الفتيل ده، وكانت المفاجاه ان الهواء الحقيقه يعني بقى شبه مرعب لداخل وخارج يعني، تحس ان الدنيا فعلا رهيبه. طبعا بيحصل التهابات وحاجات، فلما استنشق في الحوض تلاقي يعني حاجات في حدود السنتي بتنزل يعني، المجرى ما شاء الله يعني بقى واسع بشكل يعني يخض يعني، حسيت انه اشتاقي ولا حاجه كده، في حاجه حصلت مش مظبوطه يعني. يومين ثلاثه والدنيا هديت خالص في الحلق، بس لسه طبعا يعني التهاب بسيط كده، لكن الدنيا النفس بقى، النوم كنت مثلا في اليوم وانا نايم مينيمم 5-6 مرات اصحى، انا دلوقتي ممكن اخد اليوم كله بالليل شوت واحد او بكتير في قطعه واحده بس، مش من النفس، من السكر يعني، لكن بتروح حمام. النفس الحقيقه ما شاء الله، الله اكبر يعني، يعني حاجه بصراحه، نصيحه لكل واحد ما يقصرش في حق نفسه كده. كان عندي مشكله في الغضروف في الحاجز، صلحه دكتور هشام ربنا يكرمه،
كان عندي ترهل في سقف الحلق وفي شويه زوايد كده شالهم برضو. الدنيا الحقيقه بقت مختلفه تماما تماما فعلا حقيقي يعني، لا مجامله ولا حاجه. معطل وقتي وجاي عشان هو انا ممتن له الحقيقه، بقول على الهواء انا ممتن له الحقيقه يعني. من احنا اللي نشكرك ان انت جيت ونورتنا جدا وقبلت ان انت تسجل معانا يعني. ده شيء يعني، وانت راجل يعني عندك مشغوليات يعني ما شاء الله يعني. عايز اتكلم على الحاله سبيسيفيك يعني، ايه اللي كان موجود الحقيقه الاستاذ عمرو لما جه وبعدين هو بيقول كلام حلو قوي في حته تقول الهوا لك تقول الهوا غريب. ده دي الحقيقه دي نتيجه بسمعها من كل عينين اللي بيعملوا عمليه الحاجز الانفي، لما بتشخص مظبوط وبتتعمل بفضل ربنا العمليه مظبوط. الحقيقه الاستاذ عمرو كان جاي لي مع صديق لي، الحقيقه انا قلت له انت ربنا كرمك، قلت له استاذ عمرو ربنا كرمك بصديقك اللي هو جابك معاه وهتعمل عمليه، لان انت الحقيقه محتاج العمليه اكتر منه. انا بقولها له قدامه وانا قلتها له قبل يعني واحنا قاعدين. الاستاذ عمرو المناخيره كانت الحاجز مقفول قفله جامده جدا ليه، سد مناخيره تماما. كان عنده تضخم في غضاريف الانف شيء كبير جدا، وده على فكره غضروف الانف حاجه الناس مش مديالها الاهميه بتاعتها. غضروف الانف يا دكتور ايمن ده هو الرادياتير سميه، الكولدير بتاع الانف، بيعمل عمليه ترطيب للانف، بيعمل عمليه تنظيم لدخول الهواء في الانف. تخيل حضرتك ان هذا الغضروف هو اللي بينظم دخول وخروج الهواء لغايه ما توصل لغايه الرئه. الكلام ده ابحاث، ما احناش بنتكلم كده يعني من الهواء. الغضروف ده حضرتك لما بيكبر سكندري للحاجز الانفي لما يتعوج، يعني عوجه الحاجز الانفي بتضطر الغضروف ان هو يتضخم نتيجه دخول وخروج الهواء مش مظبوط، فيبتدي الغضروف ده يتضخم. الغضروف ده لما يتضخم بيزيد السده بتاعه الانف، فكتير جدا من العينين يجي يقولوا لي احنا رحنا عملنا عمليه الغضروف لكن ما تحسناش. طبعا ما تحسنتش، لان انت ما شلتش السبب الاساسي، ما عالجتش السبب الاساسي. فاحنا دايما احنا بنعالج، ما احناش بنعمل حاجه تمبرري او حاجه مؤقته. لكن انا لما شفت لقيت طبعا ان الحاجز الانفي معوج عوجه سيئه جدا والغضروف متضخم، فاحنا عملنا له الغضروف كمان بريديو فريكونسي، قللنا حجمه. ويمكن لو في العمليه احنا مصورينها وجايبينها. ايه تقنيه الراديو فريكونسي؟ الراديو فريكونسي ده حاجه تقنيه بنشتغل بيها بحاجه اسمها ابليشن للسيلز اللي موجوده جوه اي تيشو. فهو اولا بنشتغل بيه لان هو ليه بروبس كتير جدا، وكل بروب ليه بنستخدمه في حاجه محدده. يعني في مثلا في بروب، لو في بروب يعني يد عشان المشاهدين برضو يقدروا يتابعوا معانا، في يد مخصوصه ليه بسن محدد ليه، دي عمليه دي الكوبليشن اللي بنعمل بيها كويس جدا اللي احنا جبناها برضو. ده الكوبليشن والاستئصال او تجميل سقف الحل قدامنا على الفيديو. لكن بالنسبه للراديو فريكونسي واستئصال غضاريف الانف دي ببروب معين بندخل بيه بنعمل تصغير او استئصال للجزء بتاع الغضروف بتاع الانف. العمليه دي بتتعمل على فكره لو الاستاذ عمرو ما كانش عنده حاجز انفي كنا عملناها له بنج موضعي. بندي بنج موضعي والعيان في 5 دقائق بيعمل العمليه وبيقوم يروح على طول، مفيش اي مشكله خالص. فطبعا كل جزء في العمليه بنعمله، ده الصوره بتاعتنا، ده شكل اللي هتخيل حضرتك دي اليوفيلا. تخيل اليوفيلا اللي هي قبل العمليه، شايف حضرتك طول ايه؟ اللهاء دي طبعا لما حد بيفتح بقه بيلاقيها صغيره الى حد ما او طويله. ده الشكل الطبيعي بتاعها لو الواحد نايم بتبقى ريلاكسد وبتبقى بالمنظر ده. شوف حضرتك لما انا بشدها بتبقى طول ايه؟ الصوره اللي على يمنا ده بعد العمليه. بعد ما عملناها بالكوبليشن بتظهر بتبقى تقريبا بنترجع للحجم الطبيعي بتاعها. دي جزء من العمليه. دي جزء من العمليه. العمليه اللي اتعملت قلنا الحاجز الانفي بالمنظار والغضاريف بالراديو فريكونسي وبالكوبليشن عملنا سقف الحل واللي هي. استاذ عمرو قبل ما نمشي بقى يعني ده شيء مهم يعني. ايه اللي حصل بعد العمليه؟ بعد ما عملت العمليه ايه التغيرات؟ انت قلت لي شويه تغيرات كده ان انت بتنام، ايه تاني؟ لا ما هي انت بتنام عشان انا كنت بقوم مرعوب من النوم بالخنقه.
اصلا يعني انت لما يجيلك خنقه وانت نايم النفس بيقف وانت نايم، فبتقوم انت مرعوب اصلا بتبقى يعني حتى انت بتحس ان انت هتموت بقى والدنيا يعني مختلفه. لا دي فرق الهواء، فرق رهيب يا دكتور، يعني فرق الهواء اللي داخل عندك دلوقتي مختلف تماما عن اللي انت كنت فيه، يعني حاجه تحس ان انت بقيت في دنيا ثانيه وشخص ثاني مختلف، لكميه الهواء مختلفه، الدنيا مختلفه، الالتهاب اللي كان بيحصل في زوري كل شويه قل طبعا لان كنت بنام بفتح بقي فباخد هواء من بقي وانا نايم، فعلى طول عندي احتقان وعلى طول الحلق ملتهب. دلوقتي الدنيا هديت والنوم اسهل والدنيا بقت جميله، الدنيا بقت مختلفه الحقيقه. الاكتيفيتي النشاط بتاعك افضل؟ افضل بكتير النشاط بكتير، لان انا اساسا نتيجه ان انا ما كنتش بنام بالليل كويس، فكان بيحصل ايه ان انا بالنهار بنام وانا قاعد ما انا ما نمتش كويس، فبنام على نفسي وانا قاعد، يعني وانس ان انا سبت اي حاجه من ايدي ما بشتغلش بنام. فدلوقتي الدنيا اختلفت خالص يعني خالص يعني حقيقة. احنا سعداء بزيارتك النهارده جدا ومبسوط بس الحقيقه كل ذوقك جدا يعني. بالعكس انا واتمنى ان انت شرفنا كتير نتكلم في حاجات خاصه لا خاصه في شغلك. ضيفي العزاء الاستاذ الدكتور هشام كريم نورتنا وشرفتنا، استاذ عمرو سيد نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا لوجودكم معانا النهارده. خليكم دايما مع الناس الحلوه. فحوصات ما قبل الزواج هو حمايه للمستقبل لينا، فالقصة لازم تتاخد بشكل عميق شوية. موضوع فحوص ما قبل الزواج موضوع مهم جدا، مش بس أنا بفحص زوجين عشان قدرة إنجابية وقدرة جنسية وأمراض وراثية، لا أنا بفحص قدرة جسمانية. كتير قوي من الشباب بالصدفة عملوا تحليل لقينا في غياب تام للحيوانات المنوية. الفحص ده لكل الناس اللي هي مقبلة على زواج. الأمراض الوراثية دي مجموعة من الأمراض بتورث عن طريق جينات معينة على كروموزومات معينة من الزوجين.